كلاسيو كلاسيو كل نهار أحد من 11 نصف نهار مع مين الذبيبي على راديو ميت كلاس شو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. إذا سعيد جدا وأنه أصدقائنا اللي جاونا تود سويت من مدرسة الحبيب كرمة، مرحبا ريان، عسلامة عسلامة. شنحوالك؟ لاباس. صافا الأمور؟ أي أي باهي. ما جيتيش وحدك، أنت جبت لنا كاميونة معاك، ما نعرفش شنو هذاك، روبو زعما؟ روبو. أنت اللي مغروم بالروبوتيك ها؟ أي. باش نجيو بعد شوية، مش أنت كهو؟ شوفوا الأندستري ميغ لايف، قد إيه أنا مزهار، أنتوغي بزوز بنات محلى زينهم وما بنهم، بناتي الاخرين زاد مزيانين ردوا بالكم. فما ما جيتش وحدك، جيت انت واختي. شو اسمها اختك هي؟ بيا. يا بيا مرحبا، شنو احوالك؟ في الميكرو على السلامه، قول لهم على السلامه. على السلامه. شنو احوالك بيا؟ لاباس. صافا الامور؟ اي. انت فين سنه تقرا سنه؟ سنه ثانيه. سنه ثانيه حيو كرمة، حاشمه شويه؟ ها؟ مش برشا حاشمه. اوكي، كراو في بالك اللي لين ما تحبش القرايه؟ في بالك ولا لا؟ في بالك شا؟ اللي قالت لك انا ما نحبش القرايه، نحب نولي موديل عارضه اسياء. انت شنو، انت تحب القرايه ولا لا؟ شو كيفاش؟ وانت تحب القرايه سيدي خويا؟ اي الا العربيه. اك هو الا العربيه. هاو فما هاي الناس اللي تحب تقرا، مش كيما هي ناس قالت لك لا ما نحبش. الناس قالت لك ما نحبش. ما تحبش القراية. على كل، أنا سعيد جدا وأنه أصدقائنا زاد اللي جاونا من الحمامات من مدرسة شارع الحبيب بورقيبة، المدرسة الإعدادية النموذجية بنابل. مرحبا بكم. فوالا، خلينا قبل ما نمشي ونتعداو لبعض الأسئلة، حابين نسأل على الروبوتيك هذايا، كيفاش تعلمتوا؟ شنو حكيت الروبوتيك؟ شنو غرامك بالروبوتيك؟ ريان هو كان يتكلم برشا في التليفون. إي أخي حبيت نعمل روبو باش يتكلم في عوضه. هي يا اخي مشيت للروبوتيك باش تعلمت. سمباتيك. معناها انت معناها قلقك ياسر، بوك ياسر يتكلم في تليفونه، سلم عليه برشا. اي مصباح لليله. اي برشا برشا ياسر، لازمك تخلق له روبو. مالا سيدي خويا، خاطر مش معقول لليوم ورينا الروبو هذايا. بديت شي اول حاجه قلت لبوك مالي هزك يتعلم الروبو، في باله بيك بوك عمال تعمل في الروبوتيك على خاطر هو يتكلم برشا في التليفون ولا لا؟ في باله. قلت له ديجا صرحته بالحكايه. يا باه، ما نعرفش انت زاد بابا يحكي برشا في التليفون بيا؟ اي. ومقلقتك الحكايه؟ يا بابا سايب التليفون يعيشك. شكون بوه مقلقه بالتليفون بربي؟ خنشوف في ناس. بوك مقلقك بالتليفون ولا ماهوش موجود جمله في الدار؟ انا بوك أنا قلقني كان بالدخان، يحب ينحي الدخانه. طنط شو اسمه بوك هو؟ انيس. ياس انيس بنتك قالت لك نحي الدخان. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه. عايش. التليفون مش مقلقك قد الدخان. باهي برشا. خليني باش نشوف فرح زيد. فرح سارة. ليه بشوف فرح وبعد نرجع لسارة. فرح انت بوك مرجك زادة بالتليفون ولا مش موجود ولا كيفاش ولا ما عندوش مشكلة بعد دخان هو؟ ليه هو مش مرجني تويكا، هو كي يحكي في التليفون عنده برشا خدمة، دونك عنده الحق، ما يتسمىش مرج، يتسمى يعني واجب باش يحكي في التليفون، يخدم على روحه معناه. يخدم ايه؟ معناه عطيته اعذار. شنجيو نقولوا له ما تخدمش وسايب الخدمة كل شيء هيك ويقعد ساق على ساق، يعني هو كيف منيش يدبر يعني. انا متأكد وانه بوك معناتها باش يزيدك في المصروف على الجملة هذية، ما نعرفش عاد. نشوف سارة. ليه ما ناخذش مصروف انا عارف. ترى خليني نشوف سارة. سارة انت شنو، انت التليفون مش مقلقك ولا كيفاش؟ بابا ما يحكيش برشا في التليفون، وساعات بابا يبدا مش في الدار، معناها عنده برشا خدمة. معناها انت مش ما يحكيش تليفون، هو مش في الدار معناها. ساعات يبدا مش في الدار. ساعات يبدا عنده برشا خدمة. فهمت كيفاش. نحب نشوف لينا شنو حكايتها مع التليفون. بوك مقلقك انت بالتليفون ولا لا؟ لا مقلقني كيف بالشيشة. يشيش برشا؟ قولوا بابا نحشيش. لا مش برشا. قولوا بابا نحشيش، خليها تعبر على روحها. خليها رايضة. قولوا بابا ما عادش نحب الشيشة، ما عادش تساعدني الشيشة، قولوا بابا ما عادش يساعدني الشيشة. عندهم الحق، هذايا راهو شوف دي ميساج محلاهم كيف يجيو مع عند صغيراتهم ويقولوا لك فما الحاجات اللي مقلقة، لازم تسموهم ولازم زادة تنفذوا اللي يقولوا لكم عليه، مش كان انتم تطلبوا منهم باش يقراوا على ارواحهم ويجيبوا معادله باهي، هكا ولا لا يا ناس؟ اي بالحق.
معقول. وانت بايا زادة لازمك تقول له بابا يفضلك نحي تليفون، راه مقلقني وما رجنا تليفون. كي تدخل الدار حطه في الباب وادخل على روحك هكا ولا لا؟ هو حتى في وسط الدار يحكي في التليفون؟ حطه سيلونسيو. باش شنو اخر مقلقتكم مثلا؟ ماماتك مش مقلقتك في شيء؟ شيء. هذا ولد امه. وانت ماماتك مش مقلقتك في حد شيء بايا؟ حد شيء. كان ابوك مقلق؟ حتى يتكلم السيجار والشيشة ويعمل يتكلم في التليفون. من يعملهم ثلاثة أبوك؟ شو اسمه أبوك هو؟ أشرف. شي أشرف تعمل في ثلاثة حاجات بنتك متقلقة منهم، فلذا يعيشك يا سي أشرف. شوف أمور، قل له بابا نحيهم ثلاثة مع بعضها ولا نحي حاجة منهم. قل له قل بسم الله عليك. بابا نحي ثلاثة مع بعضهم ولا نحي حاجة منهم. هاي بقى أنت كي بين شيشة ودخان وتليفون شنو اللي حابوا ينحي؟ دخان. ميرسي بوكو. ولا هاو شو يحبوا بربي. وانت ما حكيتوا انتوما كان بوكم المشكله في بوكم. انت يا ناس ما عندكش مشكله مع ماما ولا امور اصحاب ولا كيفاش ولا اكثرها؟ ما عندكش قلق مع ماما ولا حاجه؟ لا سافا. اسمع سافا ذي بالعينين ذي روى تقول برشا حاجات تتفرج فيك في اللايف راهو. لا ما سالش نقولوا ما عندكش قلق. فاهم الطرح، خلينا نمشي نشوف فرح. انا ما عنديش قلق يعني مع بابا ولا ما حتى كان باش يعملوا لي حاجه لو لمصلحتي، مش خاطر يكرهوني. انت دبلوماسيه، انت لازمك ما تعملش انفورماتيك، لازم تمشي تعمل سياسه. انت علاه انا نقول في حاجه تبيك بالحق مش حكايه. انا عارف بابا كيف بابا ماما كيف يخدموا فيا. ماهوش خاطر يكرهوني ولا حكايه. لا با دي تو. شكون قال هذا؟ الكل عندنا والدينا يحبونا. باش نشوف ساره ترى شنو امورها في الحكايه هذه. سارة ماما مش مقلقتني. ماماتك مش مقلقتك؟ لا. كان شوية الواحد عند بوكا كهوة بابا كهوة. وانتي هشوف لين الساعة، شوف لين شنو حوالها. لين قل ماما باهية معانا مريقلة ما عندهاش ديفوات ماهيش مقلقتنا ولا ساعات ماهيش مقلقتنا ولا كان في الفرنساوية تجي تقريك الفرنساوية وقتها تفدك. الحقيقة قولي بيناتنا ماهيش باش تسمعنا راهي. وقت كي تبدا تقرا في الفرنساويه وقتها انت تقلق وتفد. هذيك هي برا بركه حاشمه. انا عرفش انا باش نشوف سيريان. سيدي نعم. انت امورك واضحه مع امك ولد امك، عرفت الطرح ماله مسيكن البو يا رسول الله. بيا امور واضحه ماما مريقله. فما عندك حد شيء باش تشكى من بيناتنا راهو؟ مش باش تسمعنا راهي. شنو أكثر حاجة هي ذي مقلقتها كي تشدها بالفرنساوية وأنت كي تراجع معك ماما؟ حد شيء. مريقلة فاهمين الطرح الجماعة. على كل فاصل صغير بعد شوية باش نحكيو بيان ايفيدامون على الروبوتيك وباش نحكيو كيفاش شنو حكاية الروبو هذايا. هو جاب لنا هو روبو هو اللي صنعه. أنا وريان. أنت وياه زادة. فاصل صغير وأنا راجع.